بما أن مخطوفي أعزاز التسعة لم يعودوا إلى عائلاتهم، لم يجد أهاليهم سوى حلاً واحداً وهو العودة إلى الشارع. محاولة لاقتحام المركز الثقافي التركي في وسط بيروت سبقها اعتصام أمام السفارة التركية في الرابية. اليوم هون على بكره على المركز الثقافي، بعده على شركه الطيران، بس نعرف انه في طياره تركيه جاي بالسياح، رح نقطع طريق المطار ونخلي نجبر الاتراك الباص اللي جايبهم يردهم على المطار، الطياره اللي بتجيبهم ترجع تاخذهم، من يوم ورايح التركي ما بقى بدنا المخطوفين وما بدنا نطالب فيهم، ولا بدنا نستجدي لا السفير ولا حكومته، لانه هن رح يردون شاءوا ام ابوا. اذا عاد الاهالي الى اعتصامهم، اعتصام واطارات لم تشتعل بسبب اختلاف في وجهات النظر بين المعتصمين، تصعيد أم لا تصعيد؟ مجموعة آراء، نحن بنحاول نوصل لرأي واحد بناء حضاري إنساني. نحن كان على أساس المفروض أن فعلا نولع الدوليب ويمكن الإجراء يكبر ساعتها، فنحن نزولا عند رغبة القوى الأمنية اللي عم تتعاطى معنا بكل إيجابية، فعدلنا عن هالفكرة أو بالأحرى أجلنا هالفكرة لأجل مسمى نحن بيكون توقيته بالنسبة لأننا منشوف التوقيت المناسب، الكم المناسب، المكان المناسب. نحن قادرين، نحن كل مرة بننزل بنعتصم وبنطلع، نحن بدنا نفرجيهم نحن قادرين نعمل اللي ما بدنا نعمل، نحن مش عاجزين، ما بتفرق معنا. أنا بدي أعيش كل يوم من دون بي بالبيت موت ألف مرة، بدهم يحطوني، بدي أقتحم، بدي أسوي، بدي يحطوني بالسجن يحطوني. وعلى الجبهة نفسها زارت المحامية مي الخنسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لتطلعه على تفاصيل القضية التي رفعتها ضد الحكومة التركية بتهمة خطف اللبنانيين في أعزاز. طلبنا من المحكمة تكليف لجنة للانتقال إلى تركيا للكشف على صحة المخطوفين وبيان مصيرهم وتزويدنا بتقرير كامل عن حالتهم والتحقيق بهذا الموضوع وبالتالي ملاحقة الدولة التركية على جرائمها. الخطوة المقبلة شكوى لبن كيمون. هكذا وعدتنا مي الخنسة. منيحة منيحة، طول عمرك.